السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في إطار برامج التوعية القانونية اللي كنحاولوا نشطوها في هذه القناة، غادي نتناولوا اليوم بناء على مجموعة من التساؤلات ديال المتتبعين واحد المسطرة وإجراءات اللي مرتبطة بالقسمة القضائية، أي القسمة في مجال العقارات المحفظة. إذا كيفاش يمكن أنه الشخص الملك عبد الشجاع يخرج من الشجاع، بمعنى كيفاش يمكن يطلب بقسمة قضائية في العقار المحفظ. أول نقطة يمكن نشير لها هو أن المحكمة المختصة اللي بدت في النوع من النزاعات هي المحكمة الابتدائية المدنية أو المحاكم الابتدائية. بطبيعة الحال المحاكم الابتدائية في هذا النوع من النزاعات كتبدأ بمقتضى هي القضائية، هي القضاء الجماعي. ومن طبيعة الحال أن المستشار كيبدأ بمقال افتتاحي تقدم به المحامي، لأن يعني المسطرة مسطرة كتابية. هذا المقال الافتتاحي كيطلب فيه أنه يخرج من الشيوع أو كيطلب من المحكمة إجراء قسمة قضائية، على اعتبار أنه إلا جرى قانون العقود كنوجدوا بأنه لا يجبر أحد على البقاء على الشيوع، بمعنى أن كل شخص من حقه أن يطلب خروج من الشيوع من خلال القسمة القضائية. طبيعة الحال أن هذا المسطرة كتم بمقال افتتاحي كتخلص فيه رسم جوزافي، يعني 150 درهم هي رسم جوزافي من طبيعة الحال، زائد 11 درهم ديال رسم المرافعة، ومن طبيعة الحال الواجبات المرتبطة بالمفوض القضائيين اللي غادي يستدعيو أطراف الدعوة. هاد الدعوة من طبيعة الحال كيصدر فيها تمهيديا حكم بإجراء خبرة، يعني المحكمة كتعين خبير الهدف ديالو هو يقوم بإعداد مشروع القسمة. إذا كان هذا العقار قابل للقسمة تدير مجموعة من المشاريع باش يمكن أن كل واحد من الشركاء ولا المعني بالأمر اللي كيطلب الخروج من الشجاع أنه يوجد ليه مشروع قسمة يخرج به من هذا الملكية على الشجاع. إذا كان هذا العقار غير قابل للقسمة بطبيعة الحال، فهذا الخبير كيحدد الثمن الافتتاحي لبيع المزاد العلني اللي به كيبدا بيع المزاد العلني. بطبيعة الحال هذا الحكم تيصدر حكم ابتدائي قابل للاستئناف، يعني ماشي حكم نهائي، ويمكن اي طرف من الاطراف انه يستنفو امام محكمة الاستئناف. بطبيعة الحال محكمة الاستئناف كتبد في الطلب، الا كيمكن انها تحكم بالتأييد ويمكن انها تعاود دار خبرة ولا اجراء اخر. نقطة اخرى خصنا نعرفوها بالنسبة الإجراءات اللي قبل من الاستئناف وهي مرتبطة بعد الإجراءات اللي خص المفروض أنه المعني بالأمر يقوم بها باش الدعوة ديالو في المرحلة الابتدائية تقبل، وهي مرتبطة بالتقييد الاحتياطي، بمعنى أنه خاص المعني بالأمر أنه بناء على المقال الافتتاحي أنه يسجل بتقييد احتياطي لدى المحافظة العقارية باش يتعرف بأن هذا العقار هو معروض على المحكمة في إطار مسطرات القسمة القضائية. إذا ما درش هذا الإجراء فمن طبيعة الحال أنه المحكمة كتحكم بعدم قبول الطلب. إذا كنرجعوا للمسألة ديال الاستئناف، أنه إلا محكمة الاستئناف بدات بالتأييد بطبيعة الحال فما يمكن شيء، على عكس ما كان يجري بالعمل قبل القانون العقاري قبل تعديل القانون العقاري، فإنه ما يمكنش يتنفذ هذا الملف أو هذا الحكم إلا بعد الإدلاء ما يفيد بأنه أصبح حائز قوة شيء مقدري، بمعنى أنه ما فيش طعن بالنقد بعد التبليغ دياله أو لأنه طعن بالنقد انتهى بالرفض. عادة ساعات يمكن أنه يتنفذ الحكم فيما يخص الخروج من الشيوع أو القسم القضائي. وإلا رجعنا للملفات المرتبطة بهذا القسم القضائي كنوجدوا أن أغلب الملفات كيتحكم فيهم بالبيع المزاد العلني، لأنهم غالبا ما كيكونوش قابلين للقسمة العينية، سواء تعلق الأمر بالعقارات المبنية أو العقارات غير المبنية. إذا علاش بعض المرات العقارات غير المبنية كتكون غالبا أنه مشاريع القسمة فيها متعارضة مع قانون التعمير، أو لا مثلا العقارات المبنية غالبا كتكون فيها مشكل ديال أنه غير قابل للقسمة بحكم كثرة الشركاء أو تعدد الشركاء. إذا تلاحظوا بأن هذا هي الإجراءات
باختصار شديد جدا اللي مرتبطه بالقسمه القضائيه واللي يمكن يلجأ لها اي شخص بغى او لا اراد ان يخرج من الشيوع. اذا شكرا لكم على المتابعه.